يعرف رومانو أن الليلة ستكون جيدة رغم فقرات ظهره التي أخذت تئن وهو يحمل صناديق النبيذ من عربته إلى باره الصغير الذي يتوسط أحد شوارع كريمونا. ورغم خفقات قلبه المتسارعة مع كل خطوة يخطوها، كان رومانو يشعر في أعماقه أن الليلة ستكون جيدة، ولما لا؟ إن موسيقى الباروك الكلاسيكية تتعالى من مبنى الأوبرا لتردد كل المباني المجاورة صداها، تؤكد أن الليلة ستكون طيبة وأن حانته الصغيرة ستمتلئ عن آخرها بالزبائن الليلة، زبائن مرفهين يتدثرون بالحرير والأهم يدفعون بسخاء. هذا ما يحدث كل مرة. يخرج رواد الأوبرا بعد ساعات يقضونها في حالة انتشاء تامة ليبحثوا عن المزيد، فيجدوا رومانو في انتظارهم. تريدون المزيد من الانتشاء؟ ستعثرون عليه في نبيذ رومانو وفي دفء حانته التي قضى فيها أغلب عمره، وهو استعد لهذه الليلة بالذات منذ أسابيع طويلة. فالليلة سيعزف ليوناردو بازيني مقطوعته الجديدة. لم يكن رومانو من عشاق الأوبرا يوما، ولم تداعب الألحان التي كانت تتعالى منها كل ليلة مشاعره قط، وكان يبرر الأمر لنفسه بأنه لم يملك بعد ما يكفيه من مال ليستمتع بما يطرب هؤلاء المرفهين الذين يملؤون الأوبرا الآن. كان يقول لنفسه إن الفقر يصم أذنيه ويحجب عن روحه متع الدنيا التي لم تخلق لمن هم مثله. لكن في إحدى الليالي، ليالي الشتاء، وجدت ألحان بازيني طريقها إلى قلب رومانو فسكنت فيه ولم تغادره قط. في تلك الليلة كان رومانو منهمكا في تنظيف باره الصغير مع زوجته التي لا تتوقف عن الشكوى إلا لتلتقط أنفاسها، وكانت الضوضاء تملأ الطرقات المزدحمة بالمرة حين تعالت ألحان بازيني من الأوبرا للمرة الأولى ليتوقف كل شيء دفعة واحدة. الضوضاء توقفت، المارة توقفوا، رياح الشتاء توقفت، وحتى زوجته توقفت عن الشكوى للمرة الأولى في حياتها. وقد أخذ ذلك اللحن ينسكب في أرواح كل من سمعوه. لا يعرف رومانو كم دام هذا اللحن ليلتها، لكنه ذاب فيه تماما، فبدا له بلا بداية أو نهاية. فقط حين ساد الصمت بعد أن انتهى، وجد رومانو أن دموعه تغرق وجهه، فلم يعرف إن كان ذلك لأنه سمع اللحن أم لأنه انتهى. وكانت هذه الليلة التي عرفت فيها إيطاليا كلها اسم ليوناردو بازيني. في تلك الليلة خرج رواد الأوبرا كالمأخوذين يبحثون عن ملجأ يجتمعون فيه، وكأنهم لا يريدون لليلتهم هذه بأن تنتهي، فلم يجدوا إلا حانة رومانو أمامهم. وفي تلك الليلة اكتشف رومانو أن كرم الأثرياء يتناسب طردياً مع درجة انتشائهم. هكذا أصبح رومانو ينتظر الليالي التي سيعزف فيها ليوناردو بازيني ويستعد لها جيداً. ففي تلك الليالي كانت السعادة تملأ روحه وجيوبه، ومع تضخم شهرة بازيني تضخمت مدخرات رومانو بسرعة.
ثم توقف بازيني عن العزف لأشهر. لم يعرف أحد سببا لذلك، وإن بدت أعراض الانسحاب في الظهور على الجميع، لقد أدمن الكل ألحان بازيني التي كان ينشدها على التشيلو، كما عرف رومان اسمه لاحقا. ولم يكن أحد مستعدا لأن يتوقف بازيني مهما كان السبب، لكن هذا ما حدث. ومع الوقت استحالت حالة الفقد لمرارة الغضب، وبدأ البعض في ترديد أن موهبة بازيني نضبت وأنه لم يعد يملك جديدا ليقدمه. وكما تضخمت شهرته بسرعة، ما هي إلا أشهر قليلة حتى أخذت شهرة بازيني في التآكل، ومعها مدخرات رومانو. ثم بعد أشهر طويلة فقد فيها رومانو الأمل، وجد من يخبره أن ليوناردو بازيني سيعزف مقطوعة جديدة الليلة، فرقص قلبه في صدره طربا، واستبدت به طاقة لم يعهدها في نفسه ليأخذ في الاستعداد لهذه الليلة. والآن فلتئن فقراته كما تشاء، فليتواثب قلبه في صدره اعتراضا، ولتمزق رياح الشتاء القاسية رئتيه لو أرادت، فكل هذا لا يهم. المهم أن ليوناردو بازيني عاد، ومعه سيعود الانتشاء لروح رومانو ولجيوبه. ثم حين أصبح على قيد خطوات معدودة من حانته، رأى كتلة عجيبة من الظلال تقترب. رومانو العجوز ظن أن رؤيته قد ضعفت، أو أن قلبه المسن لم يعد قادرا على دفع ما يكفي من الدماء لرأسه، لكنه توقف حين وجد أن كتلة الظلال تتحرك بالفعل وتقترب منه بسرعة. هنا تسمر مكانه مأخوذا، وتعلقت عيناه بكتلة الظلال وهي تقترب وتقترب حتى أصبحت أمامه مباشرة، ليرى رومانو مصدرها أخيرا ولتنتفض كل خلية في جسده. فأمام رومانو تجسدت تلك العربة السوداء تجرها خيور لا تنتمي لعالمنا إطلاقا، بينما قائد العربة ذاته يتدثر في عباءة تخفي من وجهه أكثر مما تكشف بكثير. وكان أول ما لاحظه رومانو هو أن العربة السوداء بجيادها بقائدها لا تصدر أدنى صوت، كأنها لا تسير على الأرض، أو كأن خفقات قلبه الذي ينتفض في صدره هلعا قد غطت على كل الأصوات. وأمام رومانو العجوز توقفت العربة، فأخذ جسده يرتجف، وفي عينيه احتشدت دموع الهلع، وفي عقله أخذ يردد صلاة أخيرة، بينما قائد العربة السوداء يلتفت تجاهه ويبتسم. كان هذا آخر ما رآه رومانو في حياته كلها، ابتسامة قائد العربة الذي لم ينتظر بل واصل طريقه لينشر الظلام والبرودة في طرقات كريمونا، متجها لدار الأوبرا حيث توقفت موسيقى الباروك استعدادا لفقرة الليلة الرئيسية. ومن حانة رومانو الصغيرة خرجت زوجته وهي تبدأ بالشكوى كعادتها. رومانو رومانو، كل هذا الوقت لتحضر صندوق نبيذ من لكنها لم تكمل، إذ وجدت رومانو يرقد على الثلج أمامها وقد أخذ لون أحمر قان في الزحف عليه ببطء، فلم تعرف الزوجة إن كان هذا نبيذا أم دماء زوجها. نظرة الرعب في عيني رومانو كانت تقول إن الاحتمالين صحيحان، وأن ما على زوجته فعله شيء واحد فقط.
في تلك الليلة كان من المفترض أن تكون جيدة. تعالت صرخة زوجة رومانو، فرددتها طرقات كريمونا، ثم تجاهلتها بسرعة. فالليلة الكل في انتظار ما هو أهم. الليلة سيعزف ليوناردو بازيني مقطوعته الجديدة. لم يكن أحد من رواد الأوبرا يعرف بما يحدث في الخارج. المرفهون الأثرياء المتدثرون بالحرير كما وصفهم رومانو الراحل كانوا يجلسون وكأن الطير على رؤوسهم ينتظرون الليلة التي حلموا بها طويلا. فلم يتعال في المكان إلا صوت أنفاسهم وخفقات قلوبهم المتلهفة. أمامهم على المسرح كان تشيلو يرقد باسترخاء وقد بدا ضخما كتوقعاتهم الليلة، لامعا كاللهفة في أعينهم، وحيدا كالوحدة التي عانوا منها طوال الأشهر التي توقف فيها ليوناردو بازيني عن العزف. ثم بمجرد أن تعالى صوت خطواته التي تقترب التهبت أكف كل الجالسين بالتصفيق حفاوة وسعادة بعودة من سيمنحهم ما لم تعد لهم طاقة بانتظاره. أخيرا ظهر ليوناردو بازيني بجسد نحيل وشعر استطال حتى غطى كتفيه وبنظرات زائغة وخطوات سريعة متوترة. دخل المسرح فاجتاحت عاصفة التصفيق والترحاب المكان كله، وإن لم يشعر بها بازيني على الإطلاق، كأنه لا يبالي بالمئات الذين احتشدوا لرؤيته، أو كأنه لا يراهم من الأساس. كل ما كان يراه أمامه هو تشيلو ينتظره، فأسرع إليه وجلس وراءه. وضع نوتته الموسيقية أمامه، ثم بيد مترددة مرتعشة أمسك بالقوس بيد وبعنق تشيلو باليد الأخرى ليضمه على استقامته بين ركبتيه قبل أن يغمض عينيه ليسود الصمت المطبق على المكان. صمت دام للحظات بدا فيها بازيني أشبه بتمثال العازف الأليم قبل أن تدب الروح فيه فجأة لتتحرك يده على الأوتار ولتتصاعد أخيرا مقطوعته الجديدة. وما سمعه رواد الأوبرا في هذه الليلة لم يكن مجرد مقطوعة موسيقية، لا، كان الحزن والأمل والرقة والعذوبة قد امتزجت جميعا لتتحول إلى لحن لم تسمع آذانهم مثيلا له من قبل. لحن تمايلت له الرؤوس وسالت مع عذوبته الدموع وتراقصت معه أرواح كل الجالسين، فلم يعد في الوجود من حولهم سواه. فيضان من المشاعر أغرقهم، فلم يحاول أحد المقاومة أو النجاة، بل استسلموا له وأخذوا في الارتواء منه
حتى الثمالة. ثم حين اقترب اللحن من ذروته وانقطعت أنفاس الجالسين انبهارا، توقف بازيني، وفجأة وبدون مقدمات توقف، فتهاوى الجميع أماكنهم وأخذوا يتبادلون نظرات الدهشة والاستنكار. لماذا توقف؟ المقطوعة لم تنتهي بعد، وأمامهم انتشر الألم على وجه بازيني، وقد بدا وكأنه عاجز عن المواصلة، كأنه يحاول تذكر ما لا يعرفه أصلا. ثم وأمام دهشتهم بدأ بازيني يعزف مقطوعتهم من البداية مرة أخرى. هذه المرة لم يشعر الجالسون بالانتشاء، بل سادت عليهم حالة من الترقب والحذر، حتى اقترب بازيني من ذروة المقطوعة للمرة الثانية قبل أن يتوقف دفعة واحدة، وكأنه عاجز تماما عن المواصلة. هنا بدأت الهمسات في الانتشار في دار الأوبرا، وتحولت الدهشة واللهفة إلى حالة من القلق والوجوم. فلم يشعر ليوناردو بهذا كله، وقد قرر المحاولة للمرة الثالثة ليبحر في لحنه من بدايته، وحتى ارتطم بذات الصخرة التي كان يتوقف عندها في كل مرة. هذه المرة فتح ليوناردو عينيه، وقد بدا عليه أنه يعاني من عجزه عن مواصلة ما بدأ. وحين رأى نظرات الجالسين أمامه انتقل إليه قلقهم وتوترهم، لكنه جاهد ليسيطر على نفسه وعلى أعصابه التي توشك على الاحتراق، وبدأ للمرة الرابعة في عزف مقطوعته منذ البداية. هذه المرة رأى ليوناردو بازيني تلك الأقدام الحافية تخطو وسط الجالسين في دار الأوبرا، تتجه له تحمل معها برودة غزت القاعة الضخمة، وخوفا ولد في أعماق بازيني وأخذ في النمو بسرعة. كالمرأة تقترب بقدميها الحافيتين ومنامتها الممزقة وشعرها الفاحم الطويل الذي اختلط بدماء جفت منذ زمن طويل، وقد تهشم أغلب رأسها، فلم يتبق من وجهها إلا عيناها اللتان كانتا تنظران تجاه بازيني بلوم حزين. لكن بازيني لم يتوقف رغم المرأة التي لم يرها أحد سواه، لم يتوقف رغم النيران التي اشتعلت فجأة في نوتته الموسيقية ليشهق الحاضرون أمامه، لم يتوقف حتى حين اشتعلت ستائر المسرح، وحتى حين بدأت أضواء المكان في الانطفاء الواحدة تلو الأخرى لتتحول شهقات الجالسين لصرخات، لم يتوقف بازيني عن العزف، والمرأة تقترب منه أكثر وأكثر حتى بلغ ذروة مقطوعته وكاد أن يتجاوزها هذه المرة. لكن كل شيء توقف دفعة واحدة للمرة الرابعة والأخيرة. أضواء الأوبرا كلها انطفأت في لحظة، وحتى النيران التي اندلعت أمامهم خبت، ليسود ظلام دامس على المكان، وليتعالى صياح مدير الدار: فليصلح أحدكم ما يحدث الآن. فهبط أمره كالقدر على عمال الأوبرا الذين انتشروا على الفور في المكان مرتبكين متوترين، وقد سادت الضوضاء على المكان، والكل يجاهد لإنقاذ موقف عبثي غير مفهوم، إلى أن عادت الأضواء للأوبرا
لتتسع أعين الجميع ذهولا ورعبا، وهم يحدقون فيما وجدوه أمامهم وبصعوبة من ينتزع الكلمات من حلقه انتزاعا. صاح أحدهم: إنه بازيني. فلم يجب أحد، وقد أخذوا يحدقون في جسد ليوناردو بازيني الذي تدل أمامهم مشنوقا في مسرح الأوبرا، وقد جحظت عيناه وتدل فكه بصورة مخيفة، ومن أسفله رقدت شيلو باسترخاء كما لو كان غير عابئ بكل ما حدث ويحدث. وأمام دار الأوبرا ابتسم قائد العربة السوداء قبل أن ينطلق بعربته لينشر الظلام والبرود في مكان آخر، وقد انتهت مهمته هنا. في تلك الليلة في كريمونا كانت البداية، بداية كل الهول الذي سيحدث.